النهارده قرار الحكومة بتخفيض الدعم على الكهرباء، وده في إطار السلسلة اللي بدأ بقالها أسابيع فيما يتعلق بخفض الدعم عن الطاقة بصفة عامة، سواء البنزين سواء السولار سواء الغاز سواء الكهرباء النهاردة. لكن خلوني قبل ما نتكلم في ده، واسمحوا لي زمايلي هنأجل بس فكرة الشرائح لغاية ما نتكلم مع بعض شوية. احنا عايزين نعرف مع بعض أصلا هو إيه يعني إصلاح اقتصادي؟ وطبعا المسؤولين في الدوله هيقولوا لنا قولي لنا بقى، قولي لنا يا ترقه المفهوميه، ما انت راجعه من اجازه بقى وهتستلي علينا، تشتغلي علينا بالليل بقى النهارده، قولي لنا يعني ايه بقى اصلاح اقتصادي. لا والله يا فندم، انا ولا بتسلى لا سمح الله على حضراتكم، ولا بنستعرض حاجه على حضراتكم، بس احنا بنحاول نفهم، لان من حقنا ان احنا نفهم ومن حقنا ان احنا نتكلم. الحقيقه الاصلاح الاقتصادي ده زي ما احنا فاهمينه، ما احنا عندنا عقل وبنحاول نشغل عقلنا، وده حقنا ان احنا نشغل عقلنا. بالظبط زي شنطة المدرسة اللي احنا كنا بنلبسها واحنا صغيرين. الشنطة دي كانت عاملة ازاي؟ الشنطة دي كان لها كتفين، كتف بنشيلها على الناحية اليمين وكتف تاني بنشيلها على الناحية الشمال. ليه شنطة المدرسة معمولة كده؟ علشان الظهر ما يقدرش يشيل كم كبير جدا من الكتب او حاجات تقيلة على جنب واحد، لازم يبقى فيه توازن، الناحية دي شايلة بوزن يتناسب مع حمل على الكتف التاني أو على الشنطة من الناحية التانية. طب إيه علاقة ده بالإصلاح الاقتصادي؟ هو كده الإصلاح الاقتصادي له جانبين، جانب يتعلق بالإصلاح المالي واللي هو إحنا شغالين فيه، إن في سلع بتقدم للمواطنين لا علاقة لها بأي سعر حقيقي لها في السوق ولا في العالم، ده صحيح، وإن آن الأوان إن التشوهات دي والخلل ده يتم علاجه زي الفل. ده بقى الكتف بتاعنا احنا، الشنطة اللي هنشيلها من الناحية دي كمواطنين. طب الكتف التاني مين اللي شايله؟ الحكومة اللي بتعمل إصلاح الاقتصادي. إزاي؟ لازم الحكومة دي بقى تبدأ تشتغل على حاجات مهمة، تشيل الحمل بتاعها، تفتح استثمار داخلي وخارجي عشان تجيب لنا فلوس، وبعدين تشغل الناس وتعمل توفير لفرص عمل علشان الناس يبدأ دخلها يزيد، أو ولادها اللي اتعلموا وقاعدين معاها في البيوت يبقى ليهم فرصة عمل فدخلهم يزيد. لازم الحكومة دي كمان تخلي بالها السوق ماشي ازاي. لو رشا نبيل محتكرة حاجة معينة وبتبيعها ب 100 جنيه، لا تعالي على جنب يا ست رشا، احنا هيبقى في 10 رشا في السوق وهيبدأ في تنافس، عشان لو في طلب كتير على حاجة معينة يبقى المعروض أكبر، يبقى السعر يقل. حلوة الشنطة اهي، هذا الكتف بتاع المواطن وهذا الكتف بتاع الحكومة. الحقيقة اللي احنا حاسين بيه وممكن نكون غلط، ليس عيبا يعني، مش من باب الفلسفة ولا الفزلكة، احنا شايلين ان احنا حاسين ان احنا شايلين الشنطة كلها. يعني الشنطة ملهاش كتفين، الشنطة بكتف واحد واحنا اللي شايلينه كمواطنين. طب ليه حاسين كده؟ هل الدولة ما عملتش شغل في مسألة الاستثمار؟ هل الدولة ما عملتش شغل في منع الاحتكارات وفتح السوق للتنافس؟ هل الدولة ما وفرتش فرص عمل؟ ولا هل الدولة شغالة في كل ده وما جابتش نتائج وبالتالي كفاءتها تقاس؟ ولا الحكاية كلها على بعضها ما بتتحسبش كده؟ لو احنا عايزين نتكلم عن إصلاح اقتصادي، هو ده معنى الإصلاح الاقتصادي. لو عايزين نتكلم عن إصلاح مالي، يبقى اللي بيحصل فيه تخفيض الدعم هو اسمه إصلاح مالي. يبقى الدولة لما تطلع تكلم المواطنين تقول لهم وقد قررنا فيما يتعلق بالإصلاح المالي أن نفعل 1 2 3 4. لكن الحقيقة أن الدولة ما بتقولناش بالأرقام ماذا فعلت في الإصلاح الاقتصادي الخاص بجانب الاستثمار وفرص العمل والحاجات دي كلها. وبعدين أنا قررت أن أنا أخد قرار، بدرس كويس القرار ده؟ طبعا بندرس كويس. هو انت قاعده كده بيك واخده اجازه وتتفرجي على التلفزيون وقاعده بقى تفهمينا؟ لا والله العظيم، والله مش كده خالص، انا بس عايزه افهم. يا ترى صدق المؤيدين اللي شايفين ان كل حاجه كويسه جدا وان اللي جاي احسن، ولا صدق المعارضين اللي شايفين كل حاجه وحشه وان احنا دخلنا في نفق مظلم؟ وانا ما بحبش الجمله دي. الكلام التاني هو الكلام الموضوعي اللي بيحاول يجاوب على أسئلة كبيرة جدا. وخد الأسئلة الكبيرة دي في كل الحاجات اللي مرينا بيها الفترة اللي فاتت، تران وصنافير،
طب ما تيجي نشتغل بالعقل كده، لا انا عايزه المؤيد يقول لي رايه، ولا انا عايزه المعارض يديني المعارضه والقصيده من اولها لاخرها. هو ايه اللي حصل في تيران وسنافير دي؟ هل يعتقد انا كمواطنه مش ممكن اصدق ان جيش بلدي، انا بتكلم بصراحه بقى، هيتنازل عن ارض من ارضنا ابدا؟ ده هو اللي بيدافع عن الارض دي. والجيش ده مين؟ ده انا واخويا وبابايا ومامتي وعيلتي وكل الناس جوه الجيش ده. الجيش ده بتاعنا كلنا. الرئيس اللي هو ابن المؤسسه العسكريه هيبيع ارض بلده كده ويتقال على الكلام اللي اتقال ده، واللي فيه تجاوز بالمناسبه. محدش ينفع يقول على حد خاين. لا ينفع تقول على مواطن عادي مختلف معاك في الراي او مع الرئيس انه خاين، ولا ينفع تقول على الرئيس انه خاين عشان هو مختلف معاك في الراي. كلمه الخيانه دي من الكبائر في كتب الوطنيه، فما ينفعش ان احنا نستخدمها. لكن في نفس الوقت، هو احنا قدرنا تيران وصنافير صح؟ لا. لا. واي حد بيقول لكم ان كنتوا قدرتوها صح؟ لا. ما قدرتش صح. طب ايه بقى يا ست هانم كنا المفروض نعمله؟ والله كان في حاجات كتيره جدا تتعمل لو احنا عايزين نقعد نتكلم يعني. ليه ما قعدناش نفكر مع الشعب كده ونفتح حوار مجتمعي؟ نعرضها للتحكيم ولا ما نعرضش؟ طب لو كنا عرضناها للتحكيم ينفع ان دولتين شقيقتين زي السعوديه ومصر يروحوا يعني يحتكموا ويبقى شكلنا كده قدام العالم، ولا ما ينفعش؟ طب هو ايه اللي خلى الاتفاق ده من ايام مبارك ما يتنفذش لغايه دلوقتي، واشمعنى يتنفذ في عهد الرئيس السيسي؟ ما هو في مبررات، ان في ايام الرئيس مبارك كان في الملك عبد الله رحمه الله عليه، وده كان راجل حكيم العرب، وكان شايف ان العلاقه مع مصر تدار بطريقه مختلفه. دلوقتي في اداره جديده في السعوديه لها حسابات اخرى ولها منطق اخر، فيمكن ده شكل ضغط على الرئيس. لكن هل ادرنا الازمه سياسيا واعلاميا صح؟ لا. لا، والنتيجه كانت اللي احنا شفناه. عدت والحمد لله. عدت يعني الناس ما عملتش مشاكل كتير. طب الاسعار والازمه اللي احنا بنديرها صح؟ نفضل نقول للمواطن ان هو الدواء مر فانت لازم تاخده، صح؟ هو فعلا يعني لما بيكون في مرض لازم ناخد دواء، والدواء طبعا هيبقى طعمه وحش. بس انا عايزه وانا باخد الدواء ده ابقى عارفه انا هخف بعد قد ايه. وانا هخف ولا لا؟ انا شاكه ان انا مش هخف حتى وانت بتديني الدواء ده. ما انت المسؤول على ان انا مش مطمنه. ما انا بروح لدكتور وانا واثقه فيه. طب انا واثقه فيك والله العظيم. وعايزاك تنجح، والله العظيم عايزاك تنجح. ما عنديش خيار تاني. ولا البلد دي عندها خيارات تانيه. طب هو بيعمل كده ليه الرئيس؟ معقول الراجل هيضحي بشعبيته؟ يعني ايه اللي يخليه يعمل كده؟ اسئله كتيره، انا والله العظيم بشوف ناس وانا واحده منهم، اقعد طول الليل والنهار ماشي كده بفكر، قربت اكلم نفسي. هل هو زي الرئيس السادات لما خد قرار السلام وكانت كل الناس ضده، ودلوقتي عرفنا قيمه السادات وقيمه السلام اللي عمله؟ هل نفس الموضوع في الاصلاح الاقتصادي؟ طب ما يفهمنا برضو. انت مش مصدق؟ لا مصدق، بس عايز قلبي يطمئن. انا مش مطمنه للاداء الحكومي، مش شايفه انجازات على الارض. وعلى فكره الناس في الشارع ما تعرفش الحكومه، والله العظيم، ولا تعرف اسماء عدد كبير جدا من الوزراء. الناس في مصر وفي الشارع بتعرف اسم واحد بس، هو اسم الرئيس السيسي. في ناس بتقول لي ما بقاش فيه في مصر حريه تعبير او راي. بقول لهم ليه؟ ما انا هو لسه بطلع بقول اللي انا عايزاه. خايفه؟ انا مش متاكده انا خايفه قوي ولا مطمئنه قوي، بس لسه بقول اللي انا عايزاه. حد ممكن يقول لي ما انت طبعا هتقولي اللي انت عايزاه، اصل انت مش ضد النظام يعني. هو مش مفروض اكون ضد النظام على فكره. مفروض اكون مع النظام، بس مع بمعنى ايه؟ مش مع اللي هم بيقعدوا يقولوا سيبك من الناس اللي بيعارضوا دول. دول ناس والله ما بيفهموا حاجه، ولو انت بس دورت وراهم هتلاقي حاجات سودة. طب وندور ليه على الحاجات السودة؟ ما احنا بشر كلنا عندنا حاجات سودة وحاجات بيضة. طب ليه؟ لا احنا مع النظام والله العظيم، وعايزين هذا النظام ينجح، وبالفعل لا خيارات امام هذه الدولة بامانة كده بقى من الاخر يعني. عشان بس الناس اللي بتقعد تقول كلام يعني، لا ما عندناش نظام اخر او خيار اخر غير ان البلد دي تستقر. في ناس دايما لما بتحصل حاجات ايه ده، ما هو الدنيا كويسة وما الناس ما نزلتش الشارع. هو النزول الى الشارع هو الطريقة الوحيدة للتعبير عن الغضب؟ هل تعتقدوا كده؟ لا، النزول الى الشارع مش هو الطريقه الوحيده للتعبير عن الغضب. الغضب ممكن تشوفه في سؤال محتاج اجابه، في صمت عميق ينتظر اجابه. مش لازم انزل الشارع، ومش لازم اثور، ومش لازم هاجم، ومش لازم.
لازم اقعد على صفحات التواصل الاجتماعي واعمل مش عارفه ايه. لا يمكن المقدمه بتاعتي النهارده متلخبطه، بس لان احنا عدد كبير مننا كمواطنين متلخبط، مش عارف في طبعا اللي ربنا فتح عليهم وشايفين كل حاجه تمام زي الفل، وفي ناس شايفه ان كل ده في ناس انا والله العظيم بشوف حاجات، في ناس حتى الحاجات الكويسه يعني لما تشوف ورده بيضه يا ساتر ده سودة، يا عم حرام عليك ده بيضه ازاي يعني لقيتها سودة؟ هي كده الحكايه بقى، ناس شايفه كل حاجه بيضه وناس شايفه كل حاجه سودة. لا البيضه ولا السودة هو الكلام التاني، الكلام التاني وكلام العقل، كلام الموضوعيه. انا هحاول اطبق المنهج ده النهارده على اللي بيحصل لنا من احداث، بس خلونا اسجل الموقف اللي احنا قلناه. احنا شايفين الشنطه من ناحيه واحده اللي هو كتفنا وجعنا، مش قادره كتفي، مش قادره كمواطنه شايله جامد، عايز اشوف كتف الحكومه بقى، كتف الحكومه ده شايل ايه؟ فين؟ ليه؟